السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا عن بزوغ ربيع الأول، على وشك، نحن في سفر وعلى وشك بزوغ الشهر الفضيل، الشهر الكريم، شهر ربيع الأول. وفي شهر ربيع الأول هناك ذكرى غالية من الذكريات الجميلة الدينية الفيحاء، وهي ذكرى مولد خير البرية صلى الله عليه وسلم، الذي بعثه الله تعالى رحمة للعالمين. ونريد، أيها الأحباب الكرام، أن نفتح في كل يوم صفحة جديدة من صفحات نور الهدى الذي سطع على البشرية. فسيدنا محمد طه ابن عبد الله كان مولده منة عظيمة للمؤمنين جمعاء في كل زمان وفي كل مكان. وهو الذي قال فيه المولى عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نريد، أيها الأحباب الكرام، من خلال هذه الآية أن نتعرف على شخصية النبي صلى الله عليه وسلم عن كثب، وكأنه حاضر معنا، وكأنه يعيش في أوساطنا، لأنه بعثته من من الله. لقد من الله على المؤمنين، لماذا؟ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وفي قراءة من أنفسهم، يعني أعلى وأنفس وأفضل مخلوق. ماذا يفعل هذا النبي؟ يتلو عليهم آياته. سوف نتعرف على النبي الكريم وهو يتلو آيات القرآن ويفسرها، وبعد ذلك يزكيهم، أنه يزكي النفوس، أنه يطهر القلوب، أنه يرفع المقامات، مقام التزكية. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. نتعلم من النبي الكريم كيف يفهم الكتاب وكيف يفهم الحكمة. وكذا الصالحاء في التاريخ قبل بزوغ شهر ربيع الأول يبدأون من قبل يتحدثون عن هذا المولد العظيم، كيف نشأ بأعين الله ورعايته من أسرة فضل وبركة، وكيف كان مولده منة عظيمة، كيف كان يتيما فآواه الله، وكان فقيرا فأغناه الله، وكان ضالا فهداه الله. إن الله ينسب كل الفضائل وكل المكرمات إلى ذاته العلية، وهو يقول: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فغنى، ووجدك عائلا فأغنى. نريد، أيها الأحباب الكرام، أن نحيي سنة وطريقة جميلة اعتاد عليها الصلحاء عبر التاريخ الإسلامي، أنه قبل بزوغ فجر ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس لا حديث لهم إلا عن هذا النبي وعن صفاته الزكية وعن أوصافه الربانية وعن سلوكه وعن شيمه وعن أخلاقه وعن تصرفاته. المغاربة عبر التاريخ عرفوا بأنهم
يحبون مقام النبي الكريم ويجلون شخصه العظيم، وكذلك كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إنهم دائما يغتنمون هذه المناسبة لكي يتحدثوا ويطيلوا الحديث ويكرروا الحديث للتذكير بالمثل الأعلى للإسلام، وهو سيدنا النبي الكريم. نتحدث عن سيرته الدثية وعن سلوكه في التربية الروحية والهداية الأخلاقية. لعل من أول الدول التي كانت تهتم بهذا الاحتفال قيل هي مصر. مصر في عهد الفاطميين. في عهد الفاطميين حكموا بلاد مصر، وهم أول من وضعوا ما يسمى بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وكانوا يتحدثون عن الانتماء إلى البيت النبوي، وكانوا يقيمون مجموعة من الموالد. هناك مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومولد آل بيته بدءا بعلي بن أبي طالب، ثم بالسبطين الحسن والحسين، ثم فاطمة الزهراء وغيرهم. هذا كان في عهد الفاطميين في مصر، أول من شرع هذه الاحتفالات. وبعد ذلك جاءت في المغرب. المغرب معروف عبر العالم الإسلامي من الدول التي تحتفل بذكرى مولد خير البرية. لقد بدأ ذلك في القرن السابع الهجري في عهد العزفيين. كانت هناك في سبتة وفي مليلية كان هناك تجمعات يهوديين ونصارى مسيحيين، وكان الناس يحتفلون بميلاد عيسى بن مريم، ويقيمون عدة ملتقيات فيها طعام وشراب وتهنئات بمولد عيسى بن مريم. فصار الناس يقلدون النصارى، فجاء بعض علماء الأمة وقالوا لما لا نحتفل بميلاد سيدنا محمد بالفرح والسرور وأيضا الإطعام للخاص والعام. فبدأ الناس كلما جاءت ذكرى مولده إلا وأقاموا احتفالات. لكن في عهد الحكم المريني، عهد المرينيين، سيصبح ذلك عيدا رسميا معمما في جميع جهات المغرب. الناس يحتفلون بخاتم الأنبياء والمرسلين الذي أشرقت بمولده الدنيا وامتلأت نورا وهداية. كان غرضهم للاحتفال ليس هو أنهم وضعوا بدعة جديدة، حاشا وكلا، نعم البدعة هي، وإنما غرضهم وهو إظهار مضامين الرسالة المحمدية. يظهرون مبادئ هذه الرسالة في ترسيخ قيم الإيمان واليقين، وقيم العدل والمساواة والاعتدال، وقيم التسامح بين البشر، والتعايش بين مختلف الأديان والثقافات. مجموعة من القيم دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم الناس في أمس الحاجة إليها، لأن الناس يكادون يضيعون البوصلة في المثل الأعلى، فسيدنا النبي محمد هو المثل الأعلى. الغاية من هذا الاحتفال ومن إظهار هذه الفرحة والسرور وهو تعميم الثقافة الإسلامية حتى يعم السلم بين الناس، ويعم الرخاء، وتعم المحبة بين كل بني البشر، لأن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى رحمة للعالمين. فكان العلماء والفقهاء والصلحاء أول من يبدأ يذكر قبل أن تحل شهر ربيع الأول في الثاني عشر منه. قبل ذلك بأيام يحمسون الناس ويذكرونهم ويشحذون الهمم. وكانت الدولة بمختلف مرافقها تقيم مظاهر لهذه الاحتفالات بشكل رسمي. أيضا القوات الشعبية يعني أبناء المجتمع أيضا يقيمون هذه الاحتفالات بطقوس وعادات جميلة في اللباس،
وفي الطبخ وفي التزيين، ويكثر الإنشاد وإحياء الليالي الذكر في المساجد وفي بيوت الله، وحتى في بيوت الخاصة بعض الأعياد، كبار المجتمع رجال أصحاب الثراء وتجار يقيمون مأدبات للطعام والشراب، ليس من أجل الانتخابات، وإنما حبا في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم يبدأون يظهرون شخصية هذا النبي وسيرته العطرة، ويجمعون الناس ويقدمون لهم ألوان مختلفة من المطاعم والمشارب والحلويات، ويقام البخور والطيب في كل مكان، والناس يظهرون مظاهر الزينة والتأنق في ألبستهم، ويكون هناك جو من الاحتفال الجميل، حتى إن المسؤولين في البلد يعبرون عن هذا الفرح. نحن ندعو الجماعات المحلية الآن بتنسيق مع مندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية من الآن أن يبدأوا في إظهار مظاهر الفرح والسرور، وذلك بأن تستنار المدن بالأضواء. هناك أضواء تقام هنا وهناك، ولافتات يكتب عليها أقوال النبي الكريم، وأيضا آيات قرآنية مثل قوله تعالى وما بعثناك إلا رحمة للعالمين، أدبني ربي فأحسن تأديبي، مجموعة تعاليم دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، والناس محتاجين إليها، تدعو إلى العدل، تدعو إلى المساواة، تدعو إلى المحبة، تدعو إلى الارتقاء. أن الإنسان لا يتمسكون بالدنيا كثيرا، لأن الناس صاروا عباد الدنيا في زماننا، نرتقي عن الدنيا ولا نعظمها في قلوبنا، حتى يقل هذا الضغط النفسي والاضطراب بين الناس. وكذلك أننا نحمس الصبيان أولاد وبنات على تعلم القرآن الذي نزل على قلب النبي الكريم. كان الصلحاء في هذا الموسم، موسم المولد النبوي الشريف، يعتنون بالكتاتيب القرآنية ويشجعون الصبيان على حفظ كتاب الله ويكرمونهم بالمال، بل منهم من يجعلها مناسبة لختان الأطفال. عملية الختان ديال الأطفال كتكون في هذا الموسم، في موسم ربيع الأول، والمحسنون يقدمون قفة العيش فيها دقيق وزيت وسكر ومساعدات إطعام للفقراء والمساكين، وتنسيق مع فرق طبية لختان الأطفال لأسر المعسرة مجانا، وحتى الأسر الثرية تتبرك بختان أطفالها في هذه المناسبة الجميلة، والناس يفرحون، يكون هناك انتعاش للصناعة التقليدية، الخياطة والفصالة، الناس يقبلون على أجمل الثياب التقليدية، اللباس التقليدي المغربي الجميل، هذه مناسبة عظيمة لتشجيعه. وأيضا الطبخ المغربي الجميل يكون في هذه الظرفية مواتيا، لأنه يعبر عن كرم الله، لما يوضع الطبخ والموائد كرم الله فوق الأرض، الناس كلهم يأكلون ويشربون ويتنعمون ويتجمعون على موائد الطعام، الأغنياء والفقراء والشرفاء وعامة الخلق، يعني كلنا سواسية نأكل مما رزقنا الله تعالى، فتمتلئ القلوب بالمحبة وتمتلئ بالمودة، والناس يبدأون في إعطاء دروس حول السيرة وحول أخلاق هذا النبي. العلماء يركزون خصوصا على التخلق بأخلاق هذا النبي، ومنهم من يركز على التبرك، هناك بعض الزوايا تركز على التبرك وعلى المديح والسماع ونورانية المكان والزمن. والعلماء يتحدثون عن الأخلاق، تمسك بأخلاق النبي الكريم والتخلق بها في السلوك والتصرفات. ولهذا لاحظتم أيها الأحباب الكرام أن المغاربة عبر التاريخ عرفوا من بين بقية الأمة الإسلامية، عرفوا باهتمامهم بشخصية النبي الكريم
أكثر البلدان في العالم الإسلامي اهتموا بالنبي الكريم بشمائله وخصائصه الخلقية والخلقية هم علماء المغرب. نذكر على سبيل المثال القاضي عياض السبتي لما كتب كتابه العظيم ليعتبر من الدرر والذخائر، كتب كتاب سماه الشفاء بالتعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، كتاب عظيم وجليل يقرأ في المشرق وفي المغرب ولا زال إلى يومنا هذا بعد مرور قرون كتاب لا ينضب في معانيه. كذلك الإمام السهيلي أيضا كتب كتابه المعروف الشهير روض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام، جميل رائع حتى إنه اشتهر في العالم الإسلامي برمته. ثم المغاربة عرفوا بحبهم وعشقهم لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن منهم من كان ينظم ما يسمى بأدب الرحلة الحجازية، أنه إذا جاء المولد النبوي الشريف نظموا العمرة إلى المدينة المنورة، ذهبوا إلى مكة المكرمة أولا زاروها، فكان الاحتفال أولا في مكة ثم يذهبون إلى المدينة المنورة، ما يسمى بالرحلة الحجازية، آداب الرحلة الحجازية، يشوقون الناس لشد الرحال إلى البقاع المقدسة. ولعل من أبرز الرحلات ما يسمى بالرحلة العياشية لأبي سالم العياشي، معروف واحد الرحلة جميلة كيتكلم فيها كيف أنه قطع الفيافي والوديان على قدميه حتى وصل إلى مكة المكرمة وكحل عينيه برؤية الكعبة المشرفة، ثم لما ذهب إلى المدينة المنورة وقف على الروضة الشريفة وهناك بكى ونقل لنا الأشواق العظيمة. كذلك ما يسمى بالرحلة الناصرية لمحمد الناصري الدرعي، يحكي حكايات جميلة وآداب رفيعة عن هذه الرحلة المشوقة، أنه يذهب إلى أين؟ إلى مقام رسول الله، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، فكانوا الناس يقصدون المسجد النبوي الشريف. وطبعا كان هناك بعض المغاربة ما عندهم قدرة للذهاب إلى البقاع المقدسة، ما عندهم قدرة لأداء العمرة، فكانوا يبقون في البلاد في أرضهم ويمدحون النبي صلى الله عليه وسلم ويشكون أمرهم إلى الله، وقد منعهم عذر قلة الزاد وضيق ذات اليد، لكن لسانهم ينطق بحب النبي الكريم. نذكر مثلا الشيخ عبد الرحمن المجدوب كان يقول الناس زارت محمد وأنا سكن لي في قلبي، الناس زارت محمد وانا سكن لي في قلبي، يعني بلا ما يمشي يزوروا راه ساكن لي في القلب ديالو في سويداء نفسه. هكذا ايها الاحباب الكرام عرف المغاربة من بين بقية دول العالم الاسلامي بحبهم وشغفهم وتشوقهم لسيدنا النبي الكريم. لهذا نريد هذه الايام المعظمة المكرمة نبدأها من الان في التشويق وفي التذكير بمقام هذا النبي العظيم، حتى إذا جاءت الاثنى عشر يوما من ربيع الأول كنا في منتهى الازدهار والفرح والسرور. فالمغاربة دوما سوف تقام إن شاء الله، تقام حلقات الذكر يسرد فيها كتاب الشفاء للتعريف بحقوق المصطفى للقاضي عياض، وأيضا عرف المغاربة بإنشاد البرضة، برضة الإمام البصيري وهمزيته التي كان يقول فيها ليلة المولد التي كانت للدين سرور بيومها وازدئاء، وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهداء. إنها مناسبة عظيمة ينبغي أن نحييها في قلوبنا، لأنها مناسبة لتعليم مبادئ الإسلام وغرسها في القلوب، ومن بينها سنة صلة الرحم وسنة زيارة الوالدين وسنة اجتماع الأسر على لحظات سعيدة، على أطيب الطعام وتزيين العيال والأطفال بجميل اللباس، والناس يتنافسون في الصدقات والمكرمات تعظيما ومحبة لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فيا أيها الأحباب الكرام، علينا أن نفتخر. نحن المغاربة تاريخنا ولله الحمد مليء بالحب والتمسك بهذا النبي العظيم والتعلق به. يكفي أن نذكر بأن الأسر المغربية إذا ازداد لهم ابن، أول ابن يزداد، أول ابن في كل أسرة، الابن البكر يسمى محمدا، الابن البكر يسمى محمدا تيمدا بالاسم الشريف. وإذا رزقوا بتوأمين، إذا كانوا توأمين فكانوا يشرفانهما باسمي السبطين الأنورين الحسن والحسين، كتلقى اللي عنده جوج توام الحسن والحسين. وإذا كانت المولودة بنت، كانت المولودة بنت كانت تسمى أيضا بالكريمة اللي هي لالة فاطمة الزهراء بنت رسول الله فاطمة الزهراء. وكيزيدوا إلى اسمه محمد كيقولوا سيدي محمد، يسيدونه ما يقولوا له محمد. ولكت فاطمة الزهراء كيقول لالة فاطمة الزهراء نسبة إلى فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى المغاربة سبحان الله العظيم معروفين أنهم دائما الصلاة على النبي في أفواههم حاضرة معهم في كل وقت تبركا في سائر أوقاتهم. حتى لكت النزاعات، لك الخصامات، ولكن شي ناس فيهم النزاع يا ما كتكون في المحكمة ولا في الأسواق كيكون نزاع، من أراد أن يفض الخصومات وتهدئة النفوس يردد الصلاة على النبي، كيقول لك صل على رسول الله صل على رسول الله، وكتبرد النفوس ولا بغاو شي حاجة يأكدوها، تأكد كيقولوا بالدارجة وما كتعاود غير الصلاة على الرسول، وكيقولوها كتحضر في القلوب ديالهم وفي النفوس ديالهم، لأن الله تعالى أمر بي حينما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن التأكيد أن نزيد ونؤكد بأن المغرب الذي جعله هكذا دائما محافظ على حب الرسول صلى الله عليه وسلم هو أن السلاطين المغاربة على مر العصور دأبوا على الاحتفاء بهذه الذكرى العطرة. فمثلا في مغربنا العزيز الحمد لله الأسرة العلوية عرفت منذ زمان بالاحتفاء بجدهم المصطفى صلى الله عليه وسلم، فترى دوما أمير المؤمنين يترأس الحفل الديني الذي يقام بهذه المناسبة المباركة كل سنة عبر التاريخ، وتشنف الأسماع بالأمداح النبوية العطرة، والمساجد المملكة كلها تعرف مثل هذه الاحتفالات، وفيها يتم إكرام العلماء وحملة كتاب الله تعالى من مختلف مناطق المغرب. فمثلا في عهد السلطان المحبوب محمد السادس حفظه الله ورعاه كتكون دائما هناك جوائز، منها جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم وترتيله، وجائزة محمد السادس التكريمية لفن الخط المغربي، وغيرها من الأشياء. وكنلاحظوا دائما السلاطين في مثل هذه المناسبة أنهم يصدرون أمرا بالعفو على الأشخاص المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. لماذا؟ لتكتمل الفرحة بيوم مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. شحال ديال العائلات الآن عندهم أحبابهم ولادهم المقربين إليهم في السجون، وعندهم أمل كبير بأنه مع بزوغ فجر شهر ربيع الأول سيكون هناك عفو ملكي على عدد كبير من الناس المحكوم عليهم، فهي رحمة وفرحة للجميع. فهذه مناسبة أيها الأحباب الكرام نريد خلال هذه الأيام كل ليلة نستعرض صفحة جميلة مشرقة من صفحات هذا النبي الكريم، وكأنه معنا، كأنه يعيش معنا، كما قال الله تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله، أي في قلوبكم. الخطاب غير موجه للصحابة من الأنصار والمهاجرين واعلموا أن فيكم، بل موجه الخطاب لكل المسلمين في كل زمان ومكان، واعلموا أن فيكم رسول الله، أي في قلوبكم ونفوسكم. فصلوا جميعا على رسول الله، ونسأل الله تعالى أن يهل علينا فجر ربيع الأول بالخير واليمن والبركات. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.